مرحبا، اليوم سأعرض تجربتي مع باربي كولور تشينج. يا ترى أية دمية سنحصل عليها اليوم؟ ذات الشعر البنفسجي أو الأحمر أو ذات الشعر الأزرق؟ علبة مفاجآت مذهلة، لنرى على كم كيس مفاجآت حصلنا. هيا بنا نسكب الماء في وعاء الباربي لنفتح أول كيس المفاجآت. يا للروعة، يغطيها لون أزرق جميل، أترون؟ حان وقت الاستحمام، يجب تركها في الماء 5 دقائق. لنفتح كيس المفاجآت الثاني. أوه، تنورة بنفسجية لامعة. حان وقت كيس المفاجآت التالي. يا إلهي، حصلنا على الشعر البنفسجي المذهل. وحزام الفراشة. واو، حذاء بنفسجي جميل. وها نحن حصلنا على تاج الباربي. وهذه إسفنجة لتنظيف الدمية. حان وقت التنظيف، سنقوم بمسح الدمية جيدا من اللون الأزرق. أحببتم دميتنا؟ باربي جاهزة لترتدي ملابسها، هيا بنا. سنبدأ في التنورة. لون بنفسجي رائع ولامع، حقا أعجبني ذلك. حان وقت الشعر، تسريحة مذهلة وملمس ناعم، يا له من رائع. سترتدي الحذاء البنفسجي البراق، يوجد به نجوم لامعة، لا أصدق جماله. ستضع التاج الوردي على رأس الباربي والحزام على خصر الباربي وأيضا الفراشة. أحببت هذه الفراشة، سأحلق بها يوما ما. أود إخباركم أنني استمتعت بدميتي الجديدة وسوف أسميها ليلى، وهذا يليق بها. هل أعجبكم اسمها؟ يا ليلى، قولي لهم وداعا. ليلى ذاهبة لرؤية أصدقائها الدمى. هل استمتعتم مثلي في باربي كولور تشينج؟ هي تجربة حقا كانت رائعة. شكرا لكم على متابعة الفيديو. لو أعجبكم اضغطوا على زر الاشتراك والجرس ليصلكم كل جديد من عالم باربي. إلى اللقاء.